هاي هاي هلو هاوز جوينج. النهارده ان شاء الله هنكمل معاكم كورس كونفرزيشن فور زيرو ليفل. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مستر احمد من قناه انجلش ويز طرق الانجليزي. النهارده المفاجاه الكبيره معانا ان احنا هنعمل جيف اواي زي الفونز كده، زي التليفونات. هنعمل جيف اواي على اكتر حد يعمل شير ولايك وسبسكرايب. طب اعمل ازاي او اكسب ازاي؟ سيادتك تنزل تحت الفيديو دلوقتي تعمل لايك وتخش على زر الاشتراك سواء انت عامله بالعربي او سبسكرايب بالانجلش، وتعمل زر الاشتراك لونه احمر كده، اوكي؟ وبعدها تنزل تحت في التعليقات وتسيب كومنتس، وخلي اصدقائك يعملوا كومنتس كتير سواء هنا في اليوتيوب او على بيج الفيسبوك. هناخد اللي عمل سبسكرايب وعمل اكتر شيرز لاصدقائه وعمل اكتر كومنتس او عملت انفيتيشن او منشن لاصدقائك كتير، هناخد سكرين شوت يعني صوره كده مصغره ليه، وهيكسب معانا مفاجأة كبيرة جدا. المفاجأة هي كورس الانجليش فور جنرال ليفل، كورس عام في الانجليش في قلبه فويسز، كلمات مهمة جدا وجمل ونطقها، وفي ريكوردز ان انت تسجل لنفسك، وحاجة جميلة جدا، كورس لذيذ جدا وبسيط انجليش وعربي. النهارده هنتكلم عن الشورت فاولز اللي هي الحروف المتحركة بس بننطقها بطريقة قصيرة، يعني مش بقول بايك، لا بجيبها زي تشكيل. يعني ايه مستر لونج وشورت؟ لونج معناها طويل وشورت معناها قصير. الناس اللي مش عارفه او الناس اللي عارفه، السيشن اللي فاتت اتكلمنا عن لونج فاولز، النهارده هنتكلم عن الشورت فاولز. طيب الشورت فاولز دي عباره عن ايه؟ شفنا في اللغه العربيه زي التشكيل، يعني فتحه كسره ضمه وهكذا. التشكيل ده في الانجليش اللي هي الحروف المتحركه، يعني الاي بيديني تشكيله الفتحه، الاي اليو وهكذا. اول حرف معانا في الشورت فاولز اللي هو حرف الاي، نطقه في نص الكلام بيبقى زي الاه ساوند، اه اه، اوكي؟ زي كراب كراب كراب، دي كلمه لذيذه جدا معناها سلطعون او اللي هو سرطان البحر، اوكي؟ طيب كراب دي ممكن تيجي ناون ممكن تيجي فيرب. طيب اما بتيجي ناون معناها سرطان البحر، واما بتيجي فيرب معناها ان هو يصطاد سرطان البحر. يعني ممكن اقول I crab crabs، انا بصطاد سرطان البحر. تاني نطق معانا في الاه ساوند اللي هو جام، جام معناها مربى. طب example I like jam، انا بحب المربى. قال لي مستر طب ما كلمه جام ممكن تيجي بمعنى noun مربى، ممكن تيجي بمعنى verb فعل بمعنى اللي هو يقف في نص، لان عندنا كلمه في الانجليش اسمها traffic jam. traffic jam مش معناها مربط المرور، لا معناها اللي هو الاختناق المروري. تاني حرف في الفاولز اللي هو الاي، ونطقه ايه ساوند، ايه زي بيت. يجيب اكزامبل عليها there are two beds in my room، في سريرين في الاوضه بتاعتي. تاني كلمه في الايه ساوند اللي هي 10 معناها 10، اوكي عارفينها طبعا كويس 10. طب الاكزامبل يا مستر I have 10 pounds، انا معايا 10 جنيه وغني جدا. ثالث حرف معانا اللي هو حرف الاي، حرف الاي لما بيجي شورت فاولز لما بيجي حرف قصير بيتنطق ايه ساوند، زي ايه؟ زي شيب. شيب شيب معناها سفينه. طب الاكزامبل اللي عليا يا مستر هي ويل ترافل باي شيب، هو هيسافر بالسفينه. طيب عندي يا مستر كلمه شيب ممكن تيجي في اخر كلمه معينه زي كلمه فريندشيب. فريندشيب فريندشيب معناها صداقه او اللي هي الصحوبيه، يبقى عندنا كلمه شيب سفينه وفريندشيب اللي هي ايه؟ الصداقه او الصحوبيه. تاني اكزامبل معانا على الايه ساوند في الاي اللي هو فيش. فيش دي كل الناس عارفاها اللي هو سمك. طب ايه الجديد يا مستر؟ الجديد النهارده ان احنا كلمه فيش بتيجي ناون بمعناها سمك، وبتيجي فيرب بمعناها يصطاد. يعني ممكن اقول اي فيش افيش، قال لي اه. طب انا مستر ما صدتش سمك واحد، ما صدت سمك كتير، فاجيبها اي فيش فيش. in the farm، هو شايف ضفدع كده في الفارم في الغيط او في الحقل. تاني اكزامبل معانا اللي هو top. top top دي برضو ليها كذا معنى، بس هناخد النهارده المعنى البيسك الاساسي اللي هو ايه؟ top معناها في قمه او على القمه، ممكن تيجي noun ممكن تيجي adjective صفه. طيب for example he live on the top floor، هو بيعيش في الطابق العلوي اعلى طابق. on the top floor. اخر حرف معانا في الشورت vowel ساوند اللي هو يو، حرف اليو معانا بيتنطق اه ساوند، اه زي ايه؟ زي sun 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 اللي هي الشمس. for example على سبيل المثال the sun rises in the east، الشمس بتشرق من الايه؟ من الشرق. تاني example معانا اللي هي cup.
كاب معناها زي كوباية. اوكي طيب اكزامبل I made myself a cup of tea. انا عملت لنفسي كوباية شاي كانت جميلة جدا. وبكده نكون خلصنا السيشن بتاعتنا النهاردة. Don't forget to make like, subscribe and share. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لأصدقائك وخش على سحب الجيب اواي ان انت تاخد الكورس ده for free. الكورس ده بره بيبقى 300 و 400 جنيه انت تاخده for free مجانا. Thank you and see you next time. Bye.